بسم الله ان شاء الله رب العالمين. في الفيديو ده نحل مع بعض بدايه من الامتحان 22. حضرتك عارف ان ده امتحان شامل بس على ربع على ربع من اربع المنهج، الوحده من 10 لحد ال 12 والفصل من العاشر لحد الفصل 12. تعالى كده نبدا بسم الله نستعين بالله ونفصل الاسئله. السؤال اللي بيقول لك ذا نوت اوف ذا تمبل، تمبل يعني معبد، ار ميد يعني تصنع، ده مجهول، اوف ماربل يعني مصنعه من الفخار، and are 6 meters in diameter وقطرها 6 متر. كولمز اللي هي الاعمده، حلو دي الاجابه صح. البومز البومات الصور، كريكولم يعني منهج، وفورم معناها منتدى. وطبعا انا ما ينفعش ان اعدي السؤال ده من غير ما اقول لحضرتك على ملحوظه مهمه جدا في الامتحان رقم 22 ده. الملحوظه دي يا سيدنا عايزك تفهم كده ان كلمه كولم دي، كولم دي معناها عمود خرساني، في المعنى ده هتساوي كلمه بيلر، يبقى كده الاثنين يساووا بعض لو معناهم عمود خرساني. طيب افرض يا مستر انا عايز كلمه كولم دي ليها معاني ثانيه، ليها معاني ثانيه بس في الحاله دي ما تساويش بيلر. طب معاني الثانيه مين؟ كولم دي معناها عمود في الجريده، اللي احنا ممكن نقول عليه مقال يعني في الجريده. عشان كده اقول لك انا اسمه منصور رايتس ادايلي كولم، يعني بكتب عمود يومي في الجريده. الحاجه الثانيه يا صديقي الغالي عايزك تعرف ان كلمه بيلر دي، بيلر ليها معنى بمعنى ركن، يعني شخص مهم يعني اساسي في حاجه معينه. اقول لك مثلا ذا بيلرز اوف اسلام اللي هي اركان الاسلام، اقول لك يو ار ان امبورتنت بيلر ان ماي فاميلي، انت ركن اساسي في اسرتنا. يبقى بيلر كده لو انت ملاحظ معناها ركن او معناها اساسي ومعناها عمود خرساني، وفي الحاله دي هتساوي كولم لو معناهم مش واحد، لو الاثنين مش معناهم عمود خرساني ما يساويش بعض. طب ونرد على سؤالنا هنا، يعني معنى كده يا صديقي ان انا ينفع استخدم كلمه كولم واحط مكانها بيلر في الجمله دي؟ اقول لك لان معناها في الجمله عمود خرساني. رقم 2 culture not sites include hundreds of historic buildings. المحل السؤال الجميل اللي عايزك تنتبه معايا يا صديقي، لان hundreds دي دايما مفرد، ده مستر مكتوبه جامعه قدام عينك انت مش شايف، لا انا شايف، ما انا هقول لك ايه النتيجه مجامعه، النتيجه مفرد. دايما كلمه 100 ومليون وثاوزند الناس دي كلها كده وبليون، دول دايما مفرد يعني بدون الاس الا لو بعدها اوف، في الحاله دي ناخد اس. عشان كده ممكن اقول لك 20 100 مثلا بويز، تمام يعني 20 ايه 200 دي غبيه صح، 20,000 20 مليون 20 اي حاجه من دول، لكن هي 20 200 دي 20 100 دي، خلينا نقول 20 مليون عشان يبقى 20 مليون 20 مليون بويز. خد بالك انا قلت 20 مليون مع ان 20 دي جمع، بس انا ممكن اقول لك 20 مليونز كده اهو، وبما اني قلت لك مليونز اعرف من نفسك ان بعدها اوف، وكمل الجمله بقى اوف بويز، ونفس المعنى طبعا اكيد حضرتك زي ما انت واخد بالك. فبناء على ذلك الجمله بتاعتنا مالهاش علاقه بالحوار، ولكن لازم تعرف الكلام ده عشان تراكمي. اوف هيستوريك بيلدينجز من المباني التاريخيه، الكالتشرال اي سايتس المواقع الاي الثقافيه يعني بتضم مئات المباني، افريج يعني متوسط، هيريتج معناها معناها اثري، باكج الباقه الباكيته يعني الباكج على بعضها، ريكج اللي هو الدمار. وهنا حضرتك اكيد هتستنى مني ان اقول لك الكلام اللي قلته قبل كده، بس انا مش هزهق وهقوله تاني وتالت ورابع الى ان تحفظ، ولن امل حتى تحفظ. عايزك تعرف ان كلمه هيريتج، هيريتج دي مالهاش غير معنى واحد اللي هو التراث او الميراث الثقافي الحضاري اللي الفراعنه سابوه لنا. طيب ان هيريتنس يا مستر دي لها معنيين يا صديقي، المعنى الاولاني اللي هو التراث الثقافي الحضاري اللي هو القديم، يعني في الحته دي كده بتساوي كلمه هيريتج، او ان هي يكون معناها الميراث بتاع جده الله يرحمه. فلما نيجي في جمله مثلا اقول لك افتر ليلى هاز ريسيفد، هاز او خلينا نقول هاد بقى ريسيفد هير نوت شي بوت افيلا، يعني ليلى اشترت فيلا بعد ما خالت ايه يا ترى؟ اكيد الميراث من جدها الله يرحمه، وانت عارف ميراث جدها ده اسمه ايه؟ اسمه انهيرتنس. فدي تبقى اجابه السؤال يا حاج. ارجع كده وكمل معايا، وعايزك تتكتك معايا عشان احنا هنجيب كل اللي له علاقه بالموضوع، انت راجل ملتزم وانا ادمن الملتزمون. طيب ذا ايفل تاور، عايزك تركز يا صديقي ان ايفل تاور جاب لك قبلها ذا، يعني معنى كده ان اي اسماء الاماكن المشهوره تاخد قبلها ذا دايما، ذا ايفل تاور، ذا بيراميدز، ذا سفنكس وهكذا. is probably the most famous knot in Paris. خد بالك باريس ما جابش قبلها ذا لان ديت اسم مدينه واسماء المدن ما تاخدش ذا، واسماء الدول ما تاخدش ذا الا اذا كانت دوله مركبه، ده يو اس اي نقول ذا. المهم ايفل تاور ده واحد من
اكثر شهره، ايه اكثر شهره في باريس؟ لاند ليدي صاحبه المكان، لاند لورد صاحب المكان، لاند سلايد اللي هو التربه المايله دي اللي على حرف البحر مثلا او شط البحر، لاند مارك المعالم البارزه، اكيد طبعا ايفل تاور معالم بارزه. The right hand is not in most people. الايفل يمين بتكون ايه في معظم الناس، عند معظم الناس. تعال نشوف consonant اللي هو حرف صام، حرف ساكن، حرف ساكن. طب complainant اللي هو المشتكي، ودوميننت يعني مسيطر، اباندنت يعني مهجور. فانت بتقول الايد اليمين دايما مسيطره عند معظم الناس، وده اللي بيحصل، بتشيل بيدك وتاكل بيدك وتعمل كل حاجه بيدك اليمين. Not a story is about real life. ركز عمك الحاج، قال لك real life and what they did، بتحكي عن قصص الناس الحقيقيين وماذا فعلوا، اكيد الليجند الاسطوري الاسطوره. لكن فيبل دي انت لما يجيبها لك في الامتحان هتلاقيه بيجيب لك عليها، يقول لك القصه اللي بتعلمك لسن، بتعلمك درس، او تعلمك مورال يعني قيمه اخلاقيه، اقول لك القصه اللي فيها مسج يعني رساله. امال ايه الميث؟ قال لك الميث دي هي القصه اللي ماي بي ترو اور ماي نوت بي ترو، يعني ممكن تبقى قصه حقيقيه او غير حقيقيه. وكل الميث دايما بيتعلق بالنيتشر بالطبيعه، يقول لك والله الدنيا لما تكون ضلمه اعرف ان في مشكله هتحصل لك في البيت كده، يعني حاجات هبله ملهاش لازمه. بويم يعني قصيده، ومن هنا لازم نتذكر ان بويت اللي هو شاعر، وان بويتري ده اللي هو الشعر، وكل الناس دول تبع الليتريتشر اللي هو الادب يا صديقي. طيب رقم 6 تو نوت اوت مينز تو اكستند يور ارمز اند ليجز ان ا ريلاكسد واي. ركز لي الله يكرمك كده في حته مهمه جدا هنا، ايه هي الحته دي؟ ان حرف الجر ان دايما بيجي مع واي. عشان كده لما تقول مثلا على سبيل المثال في جمله شي شاوتد، شي شاوتد ات مي، صرخت في وجهي ان a bad way، بطريقة سيئة. خد بالك in a bad way، وانت عارف طبعا ان انا ممكن اقول in a واجيب بعدها صفة وبعدين كلمة way او manner، وفي الاثنين دول يا صديقي انت عارف ان دول اصلا كده بيدوني ظرف. اديني المثال الماكينة الجميلة مستر اللي انا بحب اسمعه منك، خد مني يا باشا. لما نقول she shouted in an angry way او in an angry manner. خد بالك ان او ان صفه وبعدين كلمه اسم. قال لك انت ممكن تشيل دي وتروح قايل لي شي شاوتد انجري، لقد صرخت بغضب، ان ان انجري واي او ان ان انجري مانر. وانت عارف ان الموضوع ده كده ان الصفه في الانجليزي زي مثلا كلمه فريندلي، فريندلي دي كده عباره عن صفه، الظرف منها يا صديقي ما فيش منه غير واحده بس، ان ا فريندلي واي. احنا بنعمل كده مع اي صفه اصلا اخرها اللي واي اساسيه فيها. طب كلمه باد مثلا دي صفه، الظرف منها اتنين يا باشا، انك تقول ان باد واي او انك تقول بادلي، اي حد غير اللي اخرهم اللي واي نعمل الاثنين، اللي فيها اللي واي ملهاش غير طريقه واحده موحده ثابته يا صديقي. ادخل يا برنس على الجمله بعد كده رقم 6. المهم قال لك تو نوت اوت، انك تمد رجلك يعني، واسمها ايه كده؟ اسمها ستريتش اوت، دي سكراتش، ستريتش اللي هي رقم دي. كلمه سكراتش دي مرت علينا قبل كده، اللي هو يخربش يعني. كان جاب لك جمله بيقول لك ان ابوك must have been angry، ابوك اكيد كان زعلان when you scratched his car. كاتش يعني يمسك او يصطاد، ولو قلنا كاتش كولد يعني يصاب بالبرد. ماتش المباراه، ولما اقول لك it doesn't match me يعني لا يناسبني. طيب I will be not grateful، انا ساكون grateful يعني استاذ يعني ممتن، عباره عن ايه يا ابني؟ عباره عن صفه، انا عايز قبلها ظرف. تنزل يا مسلم باختيارات، تلاقي الراجل الظالم ده مديك الاربعه ظرف فبتضطر تترجم. انت بتقول انا ساكون ممتن من ايه؟ to you for saving my life، لانك انقذت حياتي. critically معناها بشكل محرج يعني، ولا eternally بشكل دائم طول حياتي، ولا accidentally بالصدفه، ولا automatically بشكل اوتوماتيكي. فانا هكون ممتن لك بشكل دائم eternally بشكل دائم، هفضل طول عمري ممتن. He not finished his exam yet. I really don't know. بص انت في اخر جمله عملت حركه كده بوظت لي اللي انا كنت همشي عليه واختاره. انت قلت لي هنا ايه؟ I really don't know. والله مش عارف يا شيخ، فاحتمال يكون خلص او احتمال ما خلصش، ف might not have finished. طب لو انا قلت لك must have finished، راجع معايا كده عشان دي مراجعه، لو قلت لك must have finished معناها اكيد خلص. طب لو قلت hasn't finished يعني لم ينتهي بعد، انت كده متاكد يا برنس، انت لما تقول هيثم ما خلصش يعني انت متاكد. طب hadn't finished ده ماضي تام بره الحوار خالص، لانه برضه هيفيد التاكد من ان الحاجه ما حصلتش. 9 when we arrived the job not yet. بص يا برنس انا عارف يا مستر
ان انا عندي وين دي انت محفظني ومعلمني ومعودني كده، الله يبارك لك. ان وين جايب بعدها فعل، وين دي رابط حلو جايب بعدها ارايفد اللي زمانها ماضي، فحضرتك اكيد مستني هنا ماضي صح؟ اقول لك انت وات اقسم بالله. طب تعالى نشوف الاختيارات بقى، هروح انا نازل زي الشاطر على اي حاجه مضارع زي دي، اقول لها اطلعي بره يا ابله وانت يا ماما في الشارع، مالناش اي 60 لازمه معانا معاكي في الجمله دي. باين معانا وزدا وهادنت بين ضن. يا ابني لما انا وصلت لقيت ان الوظيفه لم تؤدى بعد، ما انا عندي يت يعني عايز انفي، وما بقاش قدامك غير هادنت بين ضن، خلاص شكرا دي بره لانها معناها اوديا اول ما ضاعت. الرجيم الايه بشكل جيد بيساعدك helps المفروض you stay strong and healthy. تيجي نطلع بالملحوظه الاولانيه دي، الملحوظه الاولانيه بتقول لك ان طول ما انت عندك في الصفه المركبه فممنوع الابوستروفي وممنوع الاس، دول ممنوعين سواء مجتمعين او منفصلين، يعني ممنوع الابوستروفي او الابوستروفي اس او الاس ابوست، ممنوع يا ابني اي حد من دول. فانت بهذا المنطلق الاهبل عارف ان انت كده كده هتاخد كلمه هنا مفيش اخرها اس، ده رقم واحد. طب الحته الثانيه، انت عارف اصلا ان الصفه او الكلمه دي اسمها ويل بالانسد يعني متوازن، فحضرتك هتخطف بالانسد، ده رقم اثنين. في ملحوظه كمان في الجمله دي لا اريد ان اتعداها، اللي هي ان هيلب مفعول مصدر او هيلب مفعول تو المصدر، فانا كان ممكن اقول لك اويل بالانسد دايت ويل هيلب يو ستي او تو ستي، وانت عارف ان ستي سترونج يعني يبقى قويا ان هيلسي وصحيح البدن. طيب امال يا مستر كلمه بالانس يعني ايه لوحدها كده؟ بالانس دي يا باشا معناها يوازن، ومعناها كمان التوازن نفسه. اقول لك there is no balance between me and you، ليس هناك توازن بيني وبينك، او you should balance your diet، يجب عليك ان توازن رجيمك. he not if I wanted to get the job I needed to learn computer skills، هو ايه لو انا عايز اتعلم، انا محتاج لو انا محتاج وظيفه، لو انا محتاج وظيفه انا لازم اتعلم. يبقى هو قال، قال يعني ايه يا باشا؟ يبقى هنقول هو سد. طب يا مستر مش اف دي تيجي مع اسكت؟ ايوه يا ابني تيجي مع اسكت، بس امتى؟ لو جملة سؤال. طب ما نضربني المثال المكين، خد المثال المكين، انا ممكن اقول لك نفس الجمله هي اسكت اف اي وانتد ذا جوب، وانتد ذا جوب واسكت على كده، بمعنى سالني اذا كنت اريد الوظيفه ام لا. لكن لو انت هنا بتقول لي هي اسكت او علي مثلا اسكت if I wanted the job I if I wanted the job I should apply مثلا for it، ده معناه ايه؟ ينفع اقول لك علي سألني اذا كنت اريد الوظيفة يجب ان اتقدم، ولا علي قال لو انت عايز الوظيفة اقدم؟ فهنا هناخد سد. نرجع لجملتنا اللطيفة الجميلة ونختار خلاص كده سد. طيب ادخل على السؤال الذي يليه، بيقول لك في 12 قول نوت يا باشا من غير ما تكمل، قول دي ما ينفعش معاها غير ذات، سلام عليكم الموضوع منتهي، بس احذر واحترس وخليك خربوش انك قلت لي قول ذات، لكن انت لو قلت لي قول اوف على غير عاقل يبقى ويتش، طب قول اوف وانا بتكلم على عاقل يبقى هوم. اتفقنا؟ اتفقنا، بس انا مش فاهم دي يا مستر. هقول لك لا ما تفهمش ازاي بقى، تعالى معايا نفهمك يا برنس، ما ينفعش ما تبقاش فاهم وانا موجود في حياتك. قال عليك، بص يا باشا انت قلت لي اي هاف ميني فريندز، انا لدي الكثير من الاصدقاء، حلو، وبعدين رحت عامل كومه قول اوف نوت ار باد، يلا كده انت بتختار اصدقاء. انا عندي اصدقاء كثر وكلهم سيئون، يبقى اقول في ايه؟ عيد على الاصدقاء، يبقى اقول في هوم. طب يا مستر افرض الراجل حط لي نقطه هنا وقال لي قول اوف، هتروح انت قايل له قول اوف زين يا باشا؟ طب ليه يا مستر انت عملت كده؟ افهم، اقول لك انا بص، انت عارف ان كلمه هوم دي ضمير وصل بيوصل جملتين ببعض، انا بخلي الجملتين جمله واحده، عشان كده عملنا كوما لان الجملتين اصبحوا جمله واحده، لكن لما حطيت نقطه فانا كده هستخدم كلمه زين عشان تبقى هي كده اسم اشاره، انا مش محتاج ضمير اصلا. طب دي واحده، لو انت قلت لي اي هاف فايف كارز، عندي خمس سيارات، حطيت لي كوما قول دي اسمه ايه بقى؟ قول اوف ويتش طبعا. طب ليه يا مستر ويتش؟ مش انت لسه قايل اوف هوم؟ يا ابني عايده على السيارات غير عاقل، ولو حطينا نقطه هروح برده قايل اول اوف زم، يا مستر مش السيارات دي غير عاقل؟ المفروض نقول اوف ات، هروح انا قايل لك الراجل اصطاد العيال في الامتحان وكان جايب لك زادوك مش عارف ران اوي او باركت حاجه زي كده، كانت باركت بس مش مشكله نضيع في الموضوع. وين سو ذا دوجز نوت، وين سو نوت، يا ترى هتقول يا ابني اتسلف ولا هنقول زين سيل فيز؟ زين سيل فيز،
هروح انا اسالك سؤال يا الاول يا كتكوت الجميل، انت الكلاب دي مفرد ولا جمع يا ابني؟ هتقول لي جمع يا مستر. خلاص يا حبيبي ادي بره، انت تختار زيم سيلفس يا مستر. مش الكلاب دي غير عاقل؟ ايوه يا ابني غير عاقل. عارف هو لو قال لك ذا دوج كنت هتروح انت قايل ات سيلف، اصله كلب واحد شاف نفسه فصرخ. ارجع لحوارنا في الجمله رقم 13. يو نوت بي سيريس، اي دونت هاف ذات ماتش ماني تو لند يو. يا ابني انت اكيد اكيد، بص مش جاد في كلامك، انت اكيد لست جادا في كلامك، انت عارف ان انا اصلا بشحت ومعيش فلوس. طب اكيد مش يعني ايه يا مستر؟ يعني كانت. امال ماست يعني ايه؟ يعني اكيد. امال مي يعني ربما، ومصنت لا وجود لها في الاستنباط يا جدعان، ملهاش وجود في الاستنباط. طب انا عايز اخد ماست يا استاذ، هموت على ماست في الجمله. طب هقول لك يو، قول له كده، قول له يو ماست بي جوكينج، يعني انت اكيد بتهزر، يعني اكيد مش جاد. Not essay is a form of academic writing that uses factual evidence to explain or investigate specific topic. بص الراجل الجميل ده قال لك ايه؟ explain، يا سلام لو انت سمعت فيديو الشرح اللي انا عملته لك، وانفستيجيت يعني يدرس ويتحرى، يبقى ده هتروح انت مختار له الاكسبوزيتوري على طول يا مستر من غير ما افكر. امال امتى اختار الديسكريبتيف؟ لو قال لك جيفز ديتيل ديسكريبشن، واختار الناريتيف لو قال لك تيلز ا ستوري، واختار الارجيومنتيف لو قال لك ديبندس اون ايفيدنس، الدليل اند لوجيك والمنطق. طيب ادخل بعد كده على القطعه، القطعه دي جميله جدا، تعال نشوفها. اد ذا نيو سنشري بيجان، مع او تزامنا مع بدايه القرن الجديد، several groups came up with the idea of selecting the greatest sports person of the 20th century. بدأت مجموعات تطالب باختيار أعظم لاعب كرة قدم أو شخص رياضي يعني في القرن العشرين. These groups، هذه المجموعات، included the British Broadcasting Company، البي بي سي. الموضوع ده كان فيه برضو من الناس اللي بتطالب يعني البي بي سي. Sports Illustrated SI، يعني هيئة اسمها يعني بتتناول الرياضة اسمها Sports Illustrated SI، and the World Sports Award Organization، والجائزة العالمية بتاعت الرياضيين. Interestingly، ظرف الجملة يا مستر لازم يبعد كوما وهو أول كابيتال، all three named the same person as the sportsman of the century. الثلاث هيئات دول اتفقوا على ان احنا نسمي الراجل اللي هنختاره الرياضي هذا العام او رياضي القرن. حلو. One man who was among the athletes appearing at the top of these three groups lists was golf legend. واحد من بين الأسماء اللي ظهرت في قمة القائمة المرشحة للفوز بالجائزة كان أسطورة من أساطير الجولف، اسمه جاك نيكلاس أو نيكلاس. Certainly no one would doubt that he was the greatest golfer of the century. ما حدش ينكر أنه أعظم رياضي في الجولف على مستوى على مستوى القرن كله. His six masters win in 1986 at the age of 46 amazed. الراجل كان عنده 46، فاز، كان عنده 46 سنة وفاز ببطولة الجولف. الفانز all around the world، يعني بيقول لك ان فوزه ده ابهر كل الجمهور على مستوى العالم. نيكولاس is also known for his charity work to help children in need. وكان دايما بيساعد الاطفال المحتاجين. على فكره ممكن تقول children in need او تقول needy children. انا عارفك دلوقتي انا عارفك وانت مدرس تافه، بس انا لازم اقول لك الملحوظه دي هي جت قدامي وانت لازم تعرفها عشان الترجمه يا صديقي. والله العظيم ما انا فاهم يا عم. The second sports legend appearing on the on all three lists، التاني واحد بيظهر على قائمة الثلاث هيئات اللي بيرشحوا، but not winning the top or honor، لكنه لم يفوز بالمقام الأول، was Pelé. This soccer star، soccer دي زي فوتبول كده بس باللغة الأمريكية يعني، بيقول أو لكنة أمريكية، بيقول لك إن لاعب الكرة ده كان منتشر جدا في الكرة الأمريكية، led Brazil's World Cup، فاز أو قاد البرازيل للفوز بتاعهم في سنة 1958 when he was only 17، عندما كان في 17 من عمره. He is the only soccer player in the world to receive three World Cup winning medals، وده لعيب الرياضي الوحيد اللي بيتلقى ثلاث جوائز أو ميداليات في كأس العالم. Over his career Billy personally scored more than 1000 goals. كان بيلعب مع نفسه تقريبا زي ما احنا كنا بنلعب في الشارع كده. الراجل ده جاب 1000 جول يا جدعان. In addition to his soccer fame، بالاضافه لشهرته في مجال الكوره، Billy is also known for working to try and improve life for poor people. كان بيساعد الناس الفقراء in Brazil and around the world، وفي كل انحاء العالم. Likewise، وعلى مثل هذا
The athlete named the sportsman of the century by the BBC وSI والمنظمة بتاعت الرياضة العالمية دي is known for more than just his sports skills. طبعا انتوا عارفين عايزين حد يكون شاطر ومعروف بس في مهارة الرياضة. This man spoke out against the abuse of civil liberties even to the point of having his awards in his sports taken away. بقول لك ان الراجل ده هم رشح حد للرياضة يعني عشان ياخد الجائزة دي، بس الشخصية دي كانت معروف ان هي بتعمل يعني خطابات ضد الاعتداء على المدنيين في المجتمعات لحد to the point of الى حد يعني ما هو تم سحب كل الجوائز التي منحت اليه. Then later in his life when faced with Parkinson's disease واصيب بعد كده بمرض اسمه باركنسون he boldly continued to work for his beliefs استمر بكل جرأة يعني يعمل من أجل معتقداته boldly معناها بجرأة almost 40 years before receiving the award at the greatest بقول لك لمدة تقريبا أكثر من 40 سنة قبل أتلقى الجائزة. This athlete called himself the greatest الرياضي أصلا كان بيقول على نفسه كده كده الأعظم، وده حاجة مش وحشة إنك تسمي نفسك العظيم بس تعمل عشان تبقى عظيم فعلا، ما تسميش نفسك الاسطوره وانت اصلا ما بتفتحش كتابك. And he proved it. شفت الراجل قال لك ايه؟ وهو اثبتها. The sportsman of the 20th century without doubt is the boxer محمد علي. الرياضي اللي فاز بالجائزه دي هو الرياضي محمد علي، وطبعا انتوا عارفين محمد علي يستاهل ذا برنس البرنيس. Who was chosen to be sportsman of the 20th century؟ مين اللي اختاروا يا باشا؟ ما احنا لسه قايلين حالا اهو، عمك محمد علي. امال الناس التانيين دول كانوا مرشحين للفوز. What is the focus of the passage? ايه الفوكس بتاع يعني القطع المركز عليه بالظبط؟ A problem was an award مشكلة في جايزة، لا ما فيش مشاكل ربنا ما يجيبش مشاكل. Important sports organizations يعني منظمات عالمية رياضية، لا والله ما حكاش حاجة خير. هو قال لك ثلاث منظمات بيدور عشان يدوا جايزة لحد. The career of the greatest يعني المهنة أو الحياة المهنية بتاعت واحد رياضي عظيم، لا طبعا. The winner of a prize بيحكي لنا عن الفائز بتاع البطولة، لأن هم عم يقول لك إن فلان وفلان وفلان دخلوا المنافسة وفي الآخر ما خدوش منهم حد خالص. How did Nicholas amaze golf fans؟ إزاي نيكولاس ده أبهر الناس؟ قال لك لما فاز بالبطولة هو عنده 46 سنة تقريبا، أنا أذكر دي. By giving money to charity كان بيدي فلوس للفقراء، ولا playing very long game لعب لعبة طويلة جدا، taking his name off يعني حذف اسمه من القائمة، ولا by winning when he was older لما فاز عندنا كان كبير، ودي موجودة أهو. قال لك إيه؟ قال لك at the age of مش عارف كده amazed أبهر. خش على بعدها 18 بيقول لك according to the passage what is Billy known for other than soccer؟ بيلي كان معروف بايه غير موضوع الرياضه؟ قال لك انه كان بيساعد البور بيبل، helping poor people اهي، او the poor زي ما قال. وفين هي يا مستر وريها لي اهو؟ قال لك improving life for poor people اهي يا باشا. قطعه سهله لطيفه وكل القطع هكذا ولكنكم تخافون. الجمله 19 as used in the passage كما تم استخدامه في القطعه. what does the word focus faced mean؟ كلمة فيس معناها ايه في القطعة؟ طب ما تيجي نشوف كده، تعال نشوف كده كلمة فيس دي عشان عايز اجيبها لك من جذرها. later يا باشا الكلمة ايه؟ قالك then later in life في الحياة وفيما بعد يعني when faced with Parkinson's disease عندما واجه مرض اسمه باركنسون. تعال نشوف بقى كلمة كلمة واجه دي. competed against تنافس ضد، ولا turned towards اتجه ناحية، ولا was in the direction of كان رايح ناحية، ولا had to deal with يعني اضطر ان يتعامل معه. دي على فكرة كان ممكن نحط مكانها كلمة developed، لما نقول developed disease معناها يصاب بمرض. السؤال اللي بعد كده which of these question is not answered in the reading passage؟ ايه من دول يا ابني ما تمش الاجابة عليه في القطعة؟ how many boxing matches did علي win؟ ما قاليش فعلا، ما قالكش محمد علي فاز بكام بطولة. What did Ali call himself؟ كان بيسمي نفسه ايه؟ The greatest. انا هجاوبك على الأسئلة. What kind of health problem did Ali have؟ المشكلة اللي كانت عند عمك محمد علي انا نسيتها بس هجيبها لك من هنا اهي 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 اهو faced with Parkinson's disease يعني كان أصيب بموت من مرض باركنسون. السؤال اللي بعد كده يا صديقي يبقى دي مش معانا برضه. What led to Ali's boxing award being taken away؟ لأنه كان بيدافع عن حقوق الفئة اللي معرفش إيه كده. يبقى كلهم مجابين في القطعة ما عدا السؤال الأولاني.
According to the passage, Muhammad Ali's awards were taken away as وفقا للقطع خد الجوائز ليه يا باشا؟ كان بيعترض او بيدافع عن فئه معينه. تعال نشوف. He faced with Parkinson's disease. اصيب بمرض باركنسون؟ لا طبعا مش ده السبب. He argued against the abuse of civilian. يعني هو كان بيجادل ضد الانتهاك حقوق المدنيين. اه دي معانا. توقف عن العمل لفور ده هو لو كان بطل العمل وفقا، هو كان عنده اعتقادات وكان بيدعو للاسلام حلو، فهو لو كان بطل الكلام ده كان هم ادوا له جوائز كتير. ما انت عارف الغرب مش نظيف. He was for the abuse. هو كان مع اعتداء الناس على المدنيين؟ لا طبعا. يبقى الاجابه كده اصبحت رقم بي، هو خدوا منه جوائزه لان هو كان بيجادل ضد فكره انتهاك حقوق المدنيين. السؤال 22، what do you think the underlined idiom to the point means؟ كلمه to the point، تعال نشوف. to the surprising and that ولا to publicly tell others about the problem، يعني نعلن عن المشكله بشكل عام، ولا direct other people's attention توجيه اراء الناس لشيء، ولا to be going to do something very soon انك تعمل حاجه قريبا. انا عايز اوصل للقطعه دي بس الاول عشان اشوف الجمله بيقول فيها ايه عشان نحكم مع بعضينا وانا راضي ذمتك يا عم. قال لك يا عم ان محمد علي كان بيكافح ضد حقوق او من اجل حقوق السيفيليان لايبرتيز اللي هي حريه المدنيين، ايفن حتى تو ذا بوينت اوف، لحد ما وصل به الامر ان هو سحبت منه الجوائز. طيب الحته دي كده يبقى دي معناها تو ذا سربرايزنج ان ذات، لحد ما وصل في النهايه لشيء مدهش اتسحبت جوائزه. ايه المدهش؟ الطبيعي اللي بيدافع عن حقوق المدنيين ده نكافئه، لا ده احنا عاقبناه. طيب حته تو بابليكلي تيل اذرز اباوت ذا بروبلم، لحد ما اخبر الناس، ما هو كان بيكافح كان بيقول لهم فعلا. يبقى الاجابه كده رقم ايه؟ السؤال الاخير او القطعه اللي بعد كده يا صديقي، اوفر بوبيوليشن، هتطلع من القطعه دي بكام كلمه حلوه، اعرفهم عشان دول مهمين. عايزك قبل ما تحل القطعه معايا عايزك تفهم ماهيه الكلمه دي. انت عارف ان كلمه اوفر دي معناها زياده، فلو انت قلت لي اوفر دوز يعني جرعه زياده، جرعه زائده. طب لو قلت لي اوفر يوس الاستخدام الزائد، وقلت لي اوفر ثينكينج الافراط في التفكير، طب لو قلت لي اوفر بوبيوليتد اريا يعني مكتظه بالسكان، طب لو قلنا اوفر بوبيوليشن اللي هو الزياده السكانيه اللي بتساوي بوبيوليشن اكسبلوجن ان هو الانفجار الايه السكاني. ومن لطائف المعارف ان كان في كتاب تقريبا ماي فريند كان جايب لك ان زير كان جمله زي كده، زير از ان اكسبلوجن ان برايسز او ان كار برايسز، في اسعار الايه السيارات برايسز دي سي. واكسبلوجن هنا معناها انكريز يا صديقي، كلمه انفجار في حاجه معينه معناها زياده في هذا الشيء. فلو قلنا بوبوليشن اكسبلوجن يعني زياده سكانيه، طبعا مش موضوعك انا عارف، انا عارفك زي. تعال نشوف. بيقول لك population refers to an undesirable condition in which the number of existing human beings exceeds the actual carrying capacity of the earth. اسمع، بيقول لك تعداد السكان بيشير الى الحاله الغير مرغوبه اللي فيها بيكون عدد البشر اللي على الارض بيتعدى ما تتحمله او السعه الاستيعابيه الطبيعيه للارض. It has many causes with range from a decline in the death rate to early marriages and more. بقول لك ان في اسباب كتير جدا بتؤدي لزياده السكانيه، من بينهم يا سيدي او تتنوع الاسباب ديت ما بين انخفاض في معدل الوفيات، ربنا بيطول في عمر الناس، ونسبه الزواج المرتفعه او المبكره. The ill effects of overpopulation، الاثار السلبيه بقى للتعداد السكاني الزايد ده are quite severe، شديده جدا. Our planet can produce only a limited amount of water. كوكبنا اصلا بينتج كميه محدوده من المياه والطعام. Thus ولذا بتفيد ايه يا باشا؟ بتفيد الريزلت يا مستر. طب ليه؟ ما معناها لذلك يا ابني. Overpopulation causes environmental damage. فالتعداد السكاني المتزايد بيسبب دمار للبيئه including deforestation منهم التصحر والتلوث الى ما اخره. There are more people than job opportunities. عدد الناس الموجود اكبر من عدد الوظائف. As a result اللي بتفيد برضو الريزلت. Unemployment gives rise. وبالتالي البطالة بدأت تسبب كرايم. وانت فاكر طبعا طلاب اللي في السنتر الغاليين واللي معايا في المحتوى الخاص اكيد سمعوا الكلمة قبل كده اللي هي كنت دايما افوت واقول يا جدعان ان كلمة cause يعني يسبب بتساوي lead to اللي معناه يسبب بتساوي result in بتساوي كمان يا مستر bring about بتساوي كمان يا مستر give rise to. الناس دي كلها يا ابني معناها يؤدي الى
إلى. فتيجي نشوف كده الجملة بتاعتنا الجامدة جدا دي. قال لك يا باشا إن البطالة give rise to بتؤدي إلى crime الجريمة like theft زي السرقة and more وأكثر من ذلك. We also have pandemics وإحنا كمان عندنا أصلا مصايب سوداء أكتر من كده اللي هي الأوبئة الإبيديميكس الأوبئة سواء هي خاصة الدولة أو منتشرة في كل الأماكن. يعني أنت بتقول COVID-19 بانديميك ليه يا حبيبي؟ أصل هي وباء عالمي، لكن هو لو وباء على قد بلد معينة فهو محدد في بلد معينة فنسميه إبيديميك. which happened due to الذي حدث بسبب overpopulation. due to اللي بتفيد مين يا كابتن؟ هتسأل نفسك due to يعني إيه؟ يعني بسبب. أي كلمة معناها بسبب معناها انها بتفيد الكوز او الريزن. ما انت حافظ ورايا بقى لو ما سمعتش مقال او فيديو شرح المقال اللي مكتوب عليه مية كبيره كده فايتك كتير يا ابني. another ill effect اثر اخر من اثار البوبوليشن is malnutrition اللي هو سوء التغذيه and starvation والمجاعه اللي هي كلمه فامين بتسويها فامين زي starvation مجاعه. when there are scarce resources عندما يكون هناك ندره في الموارد this disease will likely be on the rise الامراض دي هتبدا تنتشر. most importantly الاكثر اهميه we have a shortage عندنا نقص اللي هي زي كلمه lack اللي عندنا في المنهج of water which makes it together for people to get access to clean water. there are many solutions which we may take up to prevent overpopulation. بقول لك يا ابني نقص المياه اللي make it together تفر يعني بيخلي من الصعب للناس ان هم يوصلوا للمياه النظيفة وهناك حلول متعددة للتغلب على التلازمة السكانية. The best الافضل measure الاجراء الافضل is family planning تخطيط الاسرة او تنظيم الاسرة زي ما بنسميه. To ensure proper spacing between the births of the children and limiting the number of children. بص يا باشا نخلف العيال بينهم وبين بعضهم مسافات بينية مناسبة ونخلي العدد معلش صغير شوية مش لازم ستة خليهم اربعة. as per income طبعا يعني بحيث ان هو يتناسب مع الدخل بتاعنا. the government must make the horrors of overpopulation reach the public through طبعا لازم الحكومه تخلي الرعب اللي بيحصل بسبب الزياده السكانيه يوصل للشعب من خلال استخدام وسائل الاعلام بشكل محترم. قال لك بعد كده moreover علاوه على ذلك بتفيد ايه؟ هروح انا اسالك السؤال ده في الخباثه هتروح انت سائل نفسك والله moreover دي معناها على علاوه على ذلك او لذلك علاوه على ذلك او بالاضافه الى او وبالتالي هتفيد يا مستر الاديشن ما انا طالب شاطر اصلا. اضافه الى ذلك better education can help implement social change which can curb overpopulation. وبناء على ذلك يا صديقي فالتعليم الجيد ممكن يساعد في توظيف التغيرات الاجتماعية اللي هتقضي على الأوفر بوبليشن الزيادة السكانية الكبيرة. طيب many governments الكثير من الحكومات قبل ما انسى بس عشان انا كل شوية انسى الكلمة دي كلمة curb هنا معناها يسيطر على حلم فعشان هنستخدمها دلوقتي. طب هي هتفيدني في حل السؤال هتفيدك ولو انت مش عارف معناها هتعرف تخمنه من الإجابات زي ما انا هوري لك كده. many governments زي ما قلنا الحكومات الكثيرة of countries waive a certain part of income tax for married couples with no with one or two children. بقول لك كثير من الحكومات بتخصص يا ابني دخل للاسر اللي عندها طفل او اثنين بس. قول نقول يعني باختصار نستخدمها امتى يا مستر؟ في الانترودكشن للفيديو للكونكلوجن. لا دي بتاعت كونكلوجن يا حبيبي لان معناها عموما باختصار يعني اوفر بوبليشن از نو ليس ذان ا كيرس ليست اكثر ليست اقل من الكيرس اللي هو النقمه. that borders التي تفرض a permanent threat تهديدا دائما to the development of any country لأي دولة تريد أن تتقدم. it is essential to stop the flood of population لابد أن نتوقف عن the flood اللي هو الفيضان السكاني. to do that للقيام بذلك one must indulge in proper family planning and creating balance in society for a better world. بقول لك ان الانسان لابد ان هو يعني يفحم نفسه في خطط تنظيم اسره ناجحه ويعمل توازن للمجتمع عشان نعيش في مجتمع في دوله محترمه كده كويسه. السؤال الاولاني the underlined word shortage يعني نقص بتساوي lack حافظها يا مستر من زمان اصلا addition اضافه increase زياده ودينجر خطر. one of the synonym synonym لكلمه curb تعال نشوف بقى silence يعني يصمت يعني يسكت take out معناها ينطلق يعني ينطلق يعني هيزداد اكسبريس يعبر عنه وكنترول يتحكم فاكيد دي الاكثر. لو انت جيت هنا قلت لي ان التغيرات الاجتماعيه ربما
تتحكم في ازاي السكانيه. خش على اللي بعدها يا حاج. 25 والله بيقول لك ذا مين ايديا اوف ذا فيرست باراجراف، البراجراف الاولاني فكرته ايه؟ تعال نشوف. ذا ريزنز فور اوفر بوبليشن، اسباب الزياده السكانيه ولا مزايا؟ طبعا ما فيش حاجه اسمها مزايا للزياده السكانيه، فدي هنطلعها من تفكيرنا. ذا ريزنز اند ريزلتس اوف اوفر، اسباب ونتائج الزياده السكانيه نفكر فيها. مزايا وعيوب، ما فيش يا حبيبي مزايا للتعداد السكاني المتزايد، الناس كتير يعني في مشاكل. فانا هشوف بقى القطعه الاولانيه بتحكي عن اسباب ولا اسباب ونتائج. تعال نشوف كده مع بعضنا. القطعة قال لك ان الزيادة السكانية بتشير الى حالة غير مرغوب فيها ومش عارف ايه. الجملة الثانية it has many causes، لها كثير من الاسباب التي تؤدي اليها. وبعدين هنا قال لك ان الكوكب مش مستحمل يا جدعان اللي انتوا بتعملوه فيه ده، الزيادة السكانية بتسبب تلف بيئي. وجاي هنا قال لك نتيجة لذلك، يبقى هو عمال يحكي عن اسباب الزيادة السكانية، ما قالكش نتائجها، صح؟ طيب يبقى the reason for overpopulation. لا بس استنى، ده هو قال نتائج، ارجع كده تاني يا مستر، معلش ارجع تاني كده. ما هو قال هنا ولذلك الزياده السكانيه بتسبب تلف. تلف. طب لا يبقى كده قال نتائج واسباب، وقال لك ان في بطاله، يبقى كده يا باشا الاجابه كده رقم سي، ذا ريزنز اند ريزلتس، الاسباب والنتائج بتاعتها. طيب خش على اللي بعد كده. 26 اكوردنج تو ذا باس، وفقا للقطع، جاب فاكسينز كانسز اللي هو الوظائف الشاغره يعني ار ذا سيم ريت اوف اوفر بوبليشن. يعني بص هو قال في القطعه عشان نفتكر، قال لك ان عدد الوظائف اقل مع عدد الناس، او ان عدد الناس اكتر من الوظائف. هو نفس العدد؟ لا مش نفس العدد. ملوش علاقه بالوظائف؟ لا يا حبيبي ملوش علاقه، ازاي ده في ده كتير وده قليل. بيزداد بسبب التعداد السكاني، يعني الوظائف بتزداد بسبب التعداد السكاني؟ لا ده بتقل. يبقى الاجابه كده اصبحت رقم دي decreases because of overpopulation، الوظائف الشاغره الفاضيه اللي احنا محتاجين نوظف حد بتقل بسبب الزياده السكانيه. The writer believes that family's role in solving the problem of overpopulation is، الراجل شايف ان دور الاسره في حل المشكله هو ايه؟ قال لك تعمل يا ابني بلان، خطه، وتعمل ليميت لعدد الافراد، وتعمل ديستانس بين المواليد. انا فاكر الثلاثه دول، limiting the number of children and planning spacing between births، دي صح. having ان احنا نولد كتير هنخربها، بناء منازل جديده ما فيش مكان يا بيبي، moving to outskirts ننتقل للضواحي ما هي بقت مليانه. يبقى الاجابه الراجل قالها فعلا رقم ايه. another reason for overpopulation is، اسباب اخرى بقى للزياده السكانيه، يعني سبب جديد للزياده السكانيه، imposing high taxes on people. يعني من اسباب الزياده السكانيه ان احنا بنفرض يعني ضرائب على الناس؟ لا طبعا. طيب اللي بعدها lack of female education، نقص تعليم النساء. lack of natural، نقص الموارد البشريه. يا ابني بقول لك في زياده سكانيه، يعني الارض اتملت مش مكفيه. the long spacing، المسافات الواسعه بين المواليد. ما هو لو في مسافه بين المواليد هتلاقي الارض تاخد نفسها كده وتبقى بني ادمه يعني. يبقى فعلا نقص التعليم بتاع النساء. هو ما قالش النساء في القطعه، ايوه بس هو قال في القطعه نقص النساء، نقص التعليم. طيب طب ليه ما ناخدش الاولانيه؟ هو احنا لما نفرض ضرائب ده هيؤدي لزياده السكان؟ لا ده هيؤدي لقله السكان عشان هنخاف نخلف. سولوشن، حل اخر، يعني عايز اقول لك حل مش موجود في القطعه لزياده السكانيه. ايه هو؟ تعال نشوف. decreasing the marriage، نقلل سن الزواج، يعني خلي البنت بدل ما تتجوز على 18 نجوزها على 16، كده هنخربها. conserving the natural، نحافظ على الموارد البشريه. يا باشا ما هو الموارد البشريه موجوده. عندنا بترول، البترول ده مش مكفي، لو حافظنا عليه برضه مش هيكفي، فدي كده برضه بره. طيب restricting the child marriage، تجريم يعني زواج الاطفال، ما ينفعش الاطفال تتجوز، لازم يكبروا الاول. providing job، نوفر لهم فرص عمل، ما هو يا بيبي انت هتفضل توفر فرص عمل وزياده شغاله، فمش هينفع. the main idea of the second paragraph، الفكره الاساسيه للبراجراف الثاني. تعال نشوف الاختيارات ونرجع لسؤال البراجراف. all the bad effects of over، كل الاثار السلبيه للتلوث، ولا حلول لوضع نهايه للزياده السكانيه، مفيش تلوث معلش، ولا حلول لمشكله التلوث، ماليش دعوه بالتلوث، ولا مزايا، ولا مفيش مزايا للتعداد السكاني. يبقى انا هشوف القطعه بتحكي عن الاثار السلبيه للزياده السكانيه ولا حلول ليها. ده في البراجراف رقم كام؟ سكند باراجراف. هنروح احنا جايين كده واقول لك تحدي البراجراف الثاني ازاي. بص يا باشا دي القطعه، حلو، البراجراف الاولاني اللي هو ده، البراجراف الثاني اللي هو يا كابتن اللي هو ده كده. الراجل هنا قال لك ايه بقى؟ another ill effect، هو سبب اخر يعني، هو
المجاعة وكده، لما يكون في نقص او ندرة في معرفش الأطعمة وكده، فده هيكون مؤدي لجات الأمراض. الأهم من ده كده إن إحنا عندنا نقص في المياه، فالناس مش هتلاقي مياه تشرب، وهناك الكثير من الحلول اللي إحنا ممكن نتبناها. وقال لي حلول، طب ارجع كده، يعني هو في الأول قال لي مظاهر الإزالة السكانية أو نتائج الإزالة السكانية، وقال لي حلول. طب ما تيجي نشوف كده، هو قال لي حلول للزيادة السكانية. All the bad effects of poverty، ده يبقى الإجابة الأولانية دي مش معانا خالص. طب ليه يا مستر؟ أصل هو قال لي هنا كل الآثار، ولكن في القطعة قال لك another ill effect، يعني كمان واحد، يعني مش كلهم. ارجع كده تاني، يبقى الإجابة زي ما اتفقنا الإجابة رقم بي اللي صح. نيجي بقى لسؤال الترجمة ونخربشه ببطء شديد. قال لك stress can be a friend or an enemy، التوتر قد يكون صديقا أو عدوا. It can warn you that you are under too much pressure، ربما يحذرك بأنك تقع تحت ضغط شديد. And you should change your way of life، وأنك لابد أن تغير طريقة حياتك. It can kill you، لربما يقتلك. If you don't notice the warning signals، لو لم تلاحظ ال warning signals اللي هي الإشارات التحذيرية. خد بالك كلمة alert بتساوي كلمة signal هنا، كانت تاكل معاها. لا يمكن أن يكون التوتر العصبي عدو أو صديق، لا دي بوظت الجملة وخلينا نرميها في الشارع. يمكن أن يكون التوتر العصبي عدو أو صديق، فهو يمكن أن يحذرك بأنك تحت ضغط شديد، وعليك أن تغير طريقة حياتك، ويمكن أن يقتلك إذا لم تلاحظ إشارات التحذير. دي أنا شايفها حلوة، ولاحظ إني بقول لك شايفها حلوة. سي، يمكن أن يكون التوتر العصبي عدو أو صديق، فيمكن أن يحذرك بأنك تحت ضغط شديد، وعليك أن تغير طريقة حياتك، ويمكن أن يقتلك إذا لاحظت إشارات التحذير. لو أنت لاحظت هيقتلك، ده لو أنت ما لاحظتش ارماها في الشارع. يمكن أن يكون التوتر البدني، لا ما قالش البدني، ده قال العصبي يا باشا. ستريس، يبقى الإجابة كده أصبحت يا صديقي رقم بي هي الأدق والأصح. السؤال التالي، solar energy الطاقة الشمسية is a renewable and sustainable energy source، هو مصدر متجدد ومستدام للطاقة. That is used without depleting natural resources، والذي يمكن أن نستخدمه أو نستفيد به يعني دون القضاء على أو استنفاذ موارد البيئة. It is a clean and emission free energy source، هو نظيف وليس فيه اسمها ايه ديت انبعاثات أو مصادر انبعاثات. which means، والذي يعني it doesn't contribute to air pollution، والذي يعني أنه لا يسبب أو لا يشارك في تلويث الهواء. تعال نشوف الإجابات كده. الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة متجدد ومتغير. متجدد ومتغير، لا مش متغير، هو قال مستدام ومتجدد. ارمي دي في الشارع. الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة متجدد ومستدام، يستخدم دون استنفاد الموارد الطبيعية. إنه مصدر طاقة نظيف وخالي من الانبعاثات، مما يعني أنه لا يساهم في تلوث الهواء وانبعاثات الكربون. دي مظبوط، كربون إيميشنز. الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة متجدد ومستدام، يستخدم دون استنفاد الموارد الصناعية. ما قالش صناعية يا ابني، قال لك وزود ناتشرال، قال لك الطبيعية. الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة متجدد ومستدام، يستخدم دون استنفاد الموارد الطبيعية. إنه مصدر طاقة نظيف وخالي من الانبعاثات، مما يعني أنه يساهم، لأنه لا يساهم يا بيبي. يبقى الإجابة كده غلط، وباتت الإجابة الصحيحة هي رقم بي، اخترناها وتوكل على الله على اللي بعده. لقد أدى التقدم في الصحة العامة إلى حدوث انفجار في النمو السكاني، مما جعل من الصعب تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية. تعال نشوف كده. Advances in public health، التقدم في الصحة العامة، led to، أدى إلى، an explosion of population، إلى زيادة أو انفجار في السكان. Growth in النمو السكاني، making it difficult to provide the necessary social service، مما جعله من الصعب أن تقدم necessary sociable، لا مش sociable يا بيبي، المفروض تبقى social. طب مالها سوشيبل يا مستر؟ سوشيبل دي يعني اجتماعي، اللي هو حبوب اللي بيقابلك في الشارع يسلم عليك ويبوسك من هنا ومن هنا، مقرف بالنسبه لي ده. يبقى الاجابه كده هنطلع دي بره عشان المفروض تبقى سوشيال. Advances in public health has led to، المفروض يا مستر اصلا في حين هنا غلط، المفروض advances دي تبقى have، بس انا نلاحظ ان هو عاملها في الاربعه has، فدي خطا، المفروض تبقى have. led to an
تنشن الانفجار اكسبلوجن ارمي في الشارع يا بيبي. Advances in public health has led to an explosion of population growth, making it difficult to provide the necessary social services. طب ما دي حلوة كده. تعني تاني Advances in public health has led فين تو يبني ما فيش تو باظت ارمها في الشارع. طب Advances in public health has led to an explosion of population growth, making it difficult. في اتنا بس مش مكتوبة في الحتة الممسوحة دي. Provide the necessary social services. يبقى الإجابة الصحيحة رقم دي. ادخل متوكلا على الله على الجملة معرفش كام 30. بقول لك إن توفير الطاقة في منازلنا عن طريق إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية عندما لا نستخدمها سيقلل بشكل كبير من فواتير الكهرباء لدينا. تعال نشوف. Saving energy in our homes by turning off electrical appliances when we are not using them will considerably reduce our electricity bills. بكل هيقلل فواتير الكهرباء. دي جملة صح، انا شايفها صح، لسه هشوف الباقي ما قفتتش انها صح. Using energy in our homes by turning off electrical appliances when we are not using them will considerably reduce our electricity bills. طب ما هي كده صح. تاني من براحة كده. Using energy ده ولك توفير الطاقة. ارمي يا باشا في الشارع، المفروض تبقى saving energy in our homes by turning off electrical appliances when we are using. لا المفروض تبقى when we are not using، لما نكون لا نستخدمهم. ارمي في الشارع يا بيبي. Saving energy in our homes by turning off electrical appliances when we are not using them will considerably increase. هيزود فواتير الكهرباء. يبقى دي غلط، المفروض تبقى reduce. الإجابة الصحيحة رقم ايه؟ نأتي إلى سؤال القصة وما أدراك ما القصة. Why do you think Herbert and Matthew Bucket helped Bib؟ مش من غير رأي يا بيبي. هو الرجل أصلا بيب لما كان مسك البنت اسمها هافيشام دي ونزل فيها سلخ ليه؟ عشان هم كانوا معتقدين إن هم لما يعملوا كده هيبسطوا المس هافيشام. فراح نقال الإجابة، هنقول because they thought that اعتقدوا ان their help ان مساعدتهم to Bib لعم Bib will make Havisham pleased، لانهم اعتقدوا ان مساعدتهم لبيب هتخلي Havisham مبسوطة. ممكن واحد تاني يقول لك because they thought Havisham was his benefactor، اقول لك تنفع. السؤال اللي بعد كده رقم 36. Mr. Jaggers was very good at what he does. Do you agree؟ المستر جاجرز كان شاطر جدا فيما يفعل، يعني كان يحسن ما يفعل. Do you agree why and why not؟ هتروح انت قايل له yes. طب ليه يا باشا؟ He could help، استطاع ان يساعد Molly to be free. استطاع ان هو يساعد Molly انها تكون حرة. رقم 2. He could work successfully for Mr. Magwitch keeping his secrets، وكان بيحفظ كمان سره. حاجات جامدة، وانت ممكن تقول كتير اي حاجات تانية كلهم صح. بقولك how do you think series of the future will be like؟ بص يا برنس، مقال زي ده لا يجدر بك ابدا انك تروح مخرم في الموضوع وتروح قايل والله في المستقبل المدن هتبقى واسعه والشوارع فسيحه، ما تبقاش عايل هبيت. المفروض الاول كده تروح انت قايل everything is changing nowadays، كل حاجه بتغير من دول. Even cities and therefore، حتى المدن واشكالها. وتروح انت قايل من دول المدن ضيقه ومش عارف ومزدحمه، في المستقبل هتبقى وضعها 1 2 3. اتمنى ان الامتحان ده يكون فادك. الفيديو اللي بعده، الامتحان اللي بعده، انا عايزك تتابع الجدول عشان احنا ماشيين وفقا لجدولنا اللي انا نزلت على الجروب. حضرتك كده ماشي معايا بانتظام، فاذا حضرتك ان شاء الله تكون اديت ما عليك بشكل محترم. الامتحان ده رقم كام يا مستر؟ الامتحان ده يا صديقي هو رقم اجيب لك رقم كام عشان توصل له لو انت يعني سمعت بس من غير ما يكون معاك كتاب. رقم 22 في الامتحانات، يعني احنا كده حلينا 22 امتحان يا بيبي. ده صفحه 32. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.